السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي. هذا غادي يكون ان شاء الله اول فيديو غادي نحط في القناة، وبغيت نبدأ بواحد المكون اللي ضروري في الموائد المغربية اللي هو الخبز. وبغيت ان شاء الله نقدم لكم واحد الوصفة ناجحة، مقادير مضبوطة ديال الخبز البطبوط او خبز المقلة. دونك ندوزو المقادير على بركة الله. دونك غادي نحتاجو جوج زلايف ديال الفرس، زلافة ديال الفينو، معلقة ديال الخميرة ديال الخبز او خميرة حبيبات، المغص يكون دافي، هادشي غادي يعاون العجينة ديالنا باش تخملنا دغيا ونحصلوا ان شاء الله على نتيجة مزيانة من اول تجربة. دونك غادي نديرو المقادير ديالنا في العجانة، الطحين، الملحة، الخميرة، وكنبقاو نزيدو الماء تدريجيا حتى كنحصلوا على عجينة اللي خصها تكون مدلوكة مزيان وخفيفة. وهذا سر من اسرار ديال النجاح ديال البطبوط، حيت الا كانت العجينه ديالكم قاصحه هادشي ما غاديش يخلي البطبوط ديالكم يجيكم مزيان وكي تنقولوا مفشفش. دونك كنبقاو هنا نزيدو الماء تدريجيا حتى كنحصلوا على القوام المرغوب فيه. دونك من بعد ما العجينة ديالي تدلكات مزيان وقفت العجانة. اللي ما عندوش العجانة يمكن لكم تعجنوها حتى في القصعة بيديكم، كتحصلوا على نفس النتيجة، ما كاينش الفرق. دونك هنا كما كتشوفوا معايا العجينة مدلوكة مزيان وخفيفة في نفس الوقت. دونك غادي نغطيوها ببابي سلوفان ونديروا عليها شي منديل باش نعاونوها تخمر في وقت قصير. من بعد ما كيتضاعف الحجم ديال العجينه دونك نخرجوا منها الهواء، كنبقاو كنديروا صبعنا كامل الجنيبات باش كنعاونوها ترجع للحجم ديالها الطبيعي. كندير قساعه فيها سميده ديال الحرشه، سميده رقيقه ديال الحرشه، وكنبقاو نخرجوا العجينه ديالنا كويرات حسب الرغبه، وكنحاولوا يعني جميع الجوانب نقيسهم بسميده باش العجينه ديالنا ما تنسقناش في المنديل. كنبقاو كنستمروا في هذه العمليه حتى كنسالي الكميه ديال العجينه اللي عندي. انا درت كويرات هي صغار حيت ما عجبش عليا الخبز يكون كبير بزاف. نتوما الا بغيتوا ديروا خبيزات كبار يمكن لكم تكبروا الحجم ديال الكرات. دونك كنستمروا بهذا الشكل. بعد ما سالينا الكميه ديال العجينه اللي عندنا كنبداو ندقوا دوك الكويرات بحال اللي تنصوبوا الخبز العادي ديالنا. وهذا سر اخر باش ينجح معكم البطبوط ويجي خفيف، حيت الا خلينا الكرات كما هما وخليناهم خمروا هكاك وشدينا الكره ولحناها نيشان في المقله ودقيناها، الخبز كيجي من الداخل مدقس. دونك كنبقاو ندقوا الخبيزات ونديروا سميده ونلوحوا المنديل باش ما يلصقناش العجينه في المنديل ويضيع لنا الشكل ديال الخبيزات. مور ما كنساليو الدقان ديال الخبز ديالنا كنغطيوها بمنديل وكنخليوها ترتاح ما بين 10 حتى 15 دقيقه، ما خصش العجينه تخمر بزاف بحال الخبز العادي، هي كترتاح واحد شويه. من بعد كنسخنوا المقله ديال الحرشه مزيان وكنبداو نلوحوا الخبيزه ديالنا، ومنين كتحمر من الجهه الاولى كنقلبوها على الجهه الثانيه حتى كنساليو الكميه ديال العجينه اللي عندنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط اللي حضرنا اليوم. كيف ما كتشوفوا كيجي خفيف وزوين. كونوا متاكدين لا تبعتوا المراحل اللي عطيتكم في الفيديو، غادي تحصلوا على نتيجه مرضيه وناجحه 100%. ما تنساوش تابوناو عندي في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد والى فيديو قادم ان شاء الله.